السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو هذا نزلته علشان نفروا من نظراتي، بحث عن الفيديو ولا حصله. شو اسمه البرنامج؟ اسمه الاكس سبلت، خاص بتقطيع الملفات الكبيرة الى ملفات واجزاء صغيرة. فلو عندك ملف حجمه 1 جيجا، صعب انك تنقل ملف 1 جيجا مثلا على مثلا فلاش ميموري حجمه اقل من 1 جيجا، مثلا 500 ميجا، فيعني تاخذ جزء من الملف هذا بالفلاش هذا جزء والباقي بالفلاش الثاني، او مثلا حاب ترفع على الانترنت فممكن تجزئه لاجزاء بسيطه من 1 جيجا الى مثلا اجزاء كل جزء 100 ميجا، فيصير عندك 10 ملفات ترفعها براحتك. الطريقه بسيطه جدا جدا. اول شيء نركب البرنامج. طبعا البرنامج يدعم كل انواع الملفات، مو بس الفيديو او الصوت او مضغوط، كل شيء. تحميل البرنامج سودو ابت جيت انستول، اسم البرنامج الاكس سبلت. طبعا انا محمل البرنامج، دخل رقمك السري تمام. طبعا فيه بيقول لك هنا بعض الحزم من الداعي، ما علينا. طريقة استخدام البرنامج بسيطة. عندي انا مثلا المقطع الفيديو هذا، خلونا نشغل نتأكد انه يشتغل صح. هذه ما فكرت فيها، بس لزوما بلغ الشيخ بالسالفه. انت هذا شيخك للحين ما درى، المفروض نشوف اول ناس يدرون. طيب معناته الفيديو شغال تمام. اوكي طبعا حطيته مجرد اختبار عشان نشوف بعد بعد التجميع. تكتب الاكس سبلت اذا حاب تجزء الفيديو، بعدين علامة ناقص حرف اس تبدا الدليل على سبلت انك راح تجزء الفيديو. اسحب الفيديو اللي تبي او اي ملف وتدعم الطرفية بالشكل هذا، واكتب الجزء اللي تبي. طبعا عندي انا الملف هذا 17 ميجا حجمه، فابيها انزله من 17 ميجا، ابي كل جزء يصير 4 ميجا مثلا، فاكتب هنا 4 ام اللي 4 ميجا واضغط انتر، انتهى تمام. طبعا انتهى ليش؟ لان المقطع صغير، فممكن انه يكون كبير. خلونا نحذف المقطع ده الحين. اوكي الحين انا ما عندي شيء، ممكن اشغل اشوف. لاحظ 1 2 3 4 5، لاحظ طبعا الجزء الاول هو اللي عليه الكلام كم حجمه 4 ميجا و2، الجزء الاخير طبعا راح يكون اقل لانه صار بالاخير. لاحظ هذا. طيب صار عندك المقاطع هذه، طبعا حجمهم مع بعض 17 وشوي، هذا 17.2، ممكن تنقلهم براحتك. طريقة تجميعهم بسيطة، تخليهم مع بعض نفس المكان، ترجع تكتب الاكس سبلت ناقص حرف جي، تحط الاول مقطع اللي هو 001 اللي اول قطعة من الملف، وبعدين تضغط انتر. طبعا الجي اللي هي جوين عشان بس ما تنسى. لابش بديتش شنو صرت عبد المجيد خلابش بديتش واللي جاب يحير هذا عشان كذي هو طيب. طيب انتر. الحين جمعها لي. اوكي اوكي نفتح الملف. لابش بديت كمسيل لازمش خلاص بس انتهى الفيديو. قل لك الفائدة طبعا بسيطة جدا، سطر التثبيت للبرنامج راح تكون موجود بالوصف ان شاء الله. الى اللقاء.